الرحمن الرحيم، السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم من الموضوعات اللي بدأت الناس تتكلم فيها كتير الفتره الاخيره، بقى لنا فتره طويله بنتكلم فيها يعني كام سنه اللي فاتوا، اللي هو موضوع زراعه القوقعه. الحقيقه موضوع من الموضوعات المهمه جدا. اولا فتح باب يعني السمع من ضمن النعم اللي ربنا انعم بها علينا. فقد السمع يتبعه فقد كلام، ان الكلام معتمد اعتماد كلي على السمع. هسمع هتكلم، مش هسمع مش هتكلم. المشكلة أكبر في الأطفال، إن الأطفال في الفترة الأولانية بعد كام سنة أولين من عمره، لما أول 3-4 سنين من عمره، الحقيقة هي دي الفترة اللي بيتكون فيها الكلام بتاعه، ويبتدي يستوعب الكلمات والحروف ويكون منها، يبتدي يفهم الحروف، يبتدي بعد كده الحروف يكون منها كلمات بسيطة، بابا ماما اسم أخوه اسمه أي حاجة زي كده، يبتدي يجمع من الكلمات جمل، والجمل بعد كده يبقى كلام. العامل الرئيسي في الكلام ده كله ان السمع، ما بنسمعش مش هنتكلم. طيب بعض الاحيان الطفل بتولد ما عندوش مشكله، ما عندوش سمع من اساسه، عنده عيب خلقي، عنده حصل التهاب مثلا سحائي، حصل التهاب في المخ، حصل التهاب في عصب السمع، اورام او اي حاجه زي كده، ضيعت حصل السمع، مش هيسمع مش هيتكلم. ده كان قبل كده ما يسمعش، نجيب له سماعه وممكن يستفيد بيها ما يستفدش بيها. الحقيقه الناس اللي عندهم ضعف سمع اللي هو عميق او شديد جدا يكاد يقترب من الصمم الكامل، لو في الودنين هتبقى مشكله كبيره، مش هيسمع الطفل مش هيتكلم. لو في ودن واحده هيعتمد على ودن والتانية هيسيبها مش مشكله، لكن المشكله اكبر لو الاثنين ما بيسمعوش. في الكام سنه الاخيره الحقيقه ربنا انعم علينا على الانسانيه كلها بالعلم والتقدم العلمي، انه اخترع قوقعه صناعيه نقدر نزرعها لهذا المريض بحيث يسمع بيها ويسترد بيها حاسه السمع، وبيعتمد على التدريب بعد كده لغوي ومع دكاترة التخاطب وسمعيات، يبتدي المريض أو الطفل بعد كده يستوعب الكلام ويفهمه، ويبتدي يتكلم ويبتدي يتعلم ويمارس حياته الطبيعية بإنسان طبيعي، بدل ما كان إنسان ما بيتكلمش ما بيسمعش، لا يدمجه في المجتمع، يكون إنسان منتج، إنسان فعال، متفاعل مع المجتمع بتاعه، متفاعل مع الناس، متفاعل مع جيرانه مع قرايبه. الحقيقة ده شكل الصورة عندنا، شكل الجهاز بتاع قوقعة على مريض مزروع له الجهاز دوت. الحقيقه القوقعه عباره عن جزئين، جزء داخلي هو جزء خارجي، دي السماعه العاديه بتاعت زمان كنا بنسمعها ولا زالت موجوده لحد النهارده، دي للانسان اللي عنده ضعف السمع بسيط او متوسط، لكن ضعف السمع شديد جدا او قوي او كامل ما ينفعش معاه سماعه في الودنين، بنضطر احنا نركب له قوقعه. طيب القوقعه عباره عن جزئين، جزء بيتزرع جوه الدماغ او جوه الاذن، وجزء خارجي. الجزء الداخلي ده تحت الجلد العمليه، بنقدر ان احنا نفتح فتحه ورا الاذن، بنزرع الجهاز اللي شايفينه قدامنا دوت، بيتزرع كله، بيخش في جزء منه بيتزرع جوه قوقعه، جزء تحت الجلد، وبيتقفل، وبعدها بست اسابيع تقريبا بنركب الجزء الخارجي عليه، اللي هو عباره عن زي ما شايفين كده اللي على اليمين، الصوره على اليمين فوق دي عباره عن القوقعه، الجزء اللي بيتزرع، والجزء اللي هو في الصوره بتاعت الطفل دوت اللي هو الجزء الخارجي راكب عليه، ودي العمليه بتتعمل في اثناء العمليه، الجهاز اثناء العمليه. الحقيقه ده طفل من ضمن الاطفال اللي كنا زرعناهم قبل كده، وده بعد العمليه، ده تاني يوم العمليه بالظبط، يعني ده طفل تاني يوم العمليه واقف بيضحك مبسوط ان شاء الله، والحمد لله ده اتزرعنا حوالي 6-7 شهور. الطفل الحقيقه بدا يستجيب كويس، وبدا ان هو يعني يكون في فايده ليه، وانه بدا ان هو في تجاوب في الكلام بتاعه. الحقيقه ان عمليه زراعه القوقعه احنا عندنا امتى نزرع قوقعه؟ مش كل انسان ينفع يزرع قوقعه، لازم يكون ما بيسمعش بودان الاثنين، لازم في خلال اول 6 سنين من عمره. لو عدى سن 6 سنين أو 7 سنين بتبقى الزراعه في الحاله دي مركز الكلام ومراكز السمع في المخ ما استكملتش النمو بتاعها، فبيحصل له ضمور، فمهما زرعت بعد كده المريض ما بيستفدش. زراعه القوقعه امل جديد اتفتح للانسانيه وللناس اللي هم ما بيسمعوش. اكتر ناس بيستفيدوا من الاطفال عشان ما بيتكلمش. الحقيقه هذا المرض او هذه الجهاز او هذه التقنيه الحديثه متوفره في مصر بقى لها سنين الحمد لله، بتتزرع وبعمليه 2-3-4 بتتعمل عمليه، المريض بعديها بشهرين او حاجه يبتبع كده التدريبات الصوتيه والكلام مع دكتور تخاطب وطبيب السمعيات، يبتدي تعمل تاهيل لغوي وتاهيل سمعي، يسمع بالجهاز، يبتدي يخش مدرسه عاديه مع زمايله واقرانه، بدل ما يخش مدارس خاصه للسم والبكم، لا ممكن يخش في مدرسه عاديه مع زمايله، يبقى انسان طبيعي، يبقى طفل طبيعي، بينعكس حالته النفسيه عليه وعلى الام وعلى الاب وعلى جيرانه وعلى اصحابه وعلى اخواته في البيت. امل جديد ربنا فتحه لنا، ان شاء الله ما نحتاجهوش، ولو احتاجنا لا قدر الله موجود،
ونسبة نجاحه إن شاء الله تكون 90% 100%. ونرجو نكون وضحنا وخدنا فكرة عن إيه قوقعة الأذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.